أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين. شهداء أحد شهداء أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت: التمس لي سعد بن الربيع. فحي أم قتل؟ سعد بن الربيع. فإن لقيته فقل له: يقول لك رسول الله كيف تجد. قال زيد: فالتمسته في القتل. فوجدته بآخر رمق وبه 70 ضربة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجده؟ فقال: وعلى رسول الله السلام، إني أجد ريح الجنة. وقل لأصحابي من الأنصار: لا عذر لكم، عند الله إن خلص إلى النبي وفيكم عين تطيب. ثم مات من وقت يوم لا ينفع مال أو خليل أو عيال، كلهم شر وبال. عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش في يوم أحد أقسم على ربه تبارك وتعالى، قال: اللهم إني أقسم عليك أن أتلقى رجلا عظيما كفره، فيبخر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فتسألني فيما يا عبد الله؟ أقول فيك يا رب. من المؤمنين رجال صدق الصدق. من المؤمنين رجال. عمرو بن الجموح. وهذا عمرو بن الجموح، وكان أعرج شديد العرج، قال: إن بني هؤلاء يمنعونني من الخروج، وأنا يا رسول أريد أن أضع بعرجتي هذه في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت ممن عذر الله. وقال لبنيه: دعوه، لعل الله أن يرزقه شهادة. فقتل يوم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رجال صدق. لقد رأيته يطأ بعرجته في الجنة ما لها عوض. خيثمة أبو سعد. قال خيثمة أبو سعد: لقد فاتتني وقعة بدر، وكنت والله عليها حريص، حتى استهمت أنا وابني في القرون، فخرج سهمه فرزق الشهاد. فلقد رأيت ابني، يعني في الرؤيا، فقلت له: كيف تجده؟ قال: نسرح في ثمار الجنة وأنهارها، فاصحبنا تدخل الجنة. يا شهيدا فجاء خيثمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا، وقال: والله يا رسول الله لقد كبرت سني ورق عظمي، وأريد أن ألقى فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقتل شهيدا. وهذا
ولد عبد الله بن حرام رأى مبشرة عبد المنذر في المنام فقال كيف تجد؟ قال نسرح في الجنة حيث نشاء وأنت قادم علينا بعد أيام. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذه الشهادة يا أبا جابر. فقتل عبد الله بن حرام يوم أحد.